الآن لكي ترد على إسرائيل، خاصة أن مناطق نفوذها والصواريخ المنتشرة في مناطق نفوذها المختلفة قادرة على أن ربما تحطم أو تبيد السلاح الإسرائيلي. هذه أسئلة نطرحها في حلقة اليوم من خطوط تماس، لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. التوتر بين طهران وتل أبيب مؤخرا على خلفية تعرض قاعدة التيفور الجوية العسكرية بريف حمص وسط سوريا بعدة صواريخ، ما أسفر عن مقتل 7 جنود إيرانيين. واتهمت دمشق وموسكو وإيران إسرائيل باستهداف القاعدة العسكرية، حيث جاءت الضربات الجوية عقب إعلان إسرائيل بأيام أن لديها معلومات مؤكدة عن قاعدة إيرانية في سوريا. من جانبها أقرت إسرائيل بقصفها لأهداف إيرانية حية للمرة الأولى في سوريا في محاولة لوقف التوسع الإيراني العسكري هناك، محذرة من مواصلة التحرك ضد طهران العدو اللدود لإسرائيل وأحد أبرز حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد في النزاع الدائري بسوريا، واطلعت بدور مهم في الانتصارات الأخيرة التي حققتها القوات السورية. الضربات الجوية استهدفت أحدث أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية التي تم نشرها مؤخرا في القاعدة العسكرية التي كانت موجودة في المطار، ودمرتها لمنعها من استهداف الطائرات الإسرائيلية، بينما توعدت إيران غداة الهجوم بالانتقام معلنة أن الهجوم لن يمر دون رد. وأكد حزب الله أن إسرائيل ارتكبت خطأ تاريخيا عندما شنت هذه الغارة. وفور وقوع الهجوم الإسرائيلي على القاعدة السورية أكد الكرملين أن هذه الغارة مقلقة وأن روسيا على اتصال بإسرائيل عبر القنوات الرسمية لمعرفة أسباب الغارة التي تقول مصادر إنها محاولة لوقف التوسع الإيراني العسكري في سوريا. ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإحجاب عن أي عمل يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار، بينما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن إسرائيل لن تقبل أن تفرض روسيا قيودا على أنشطتها في سوريا أو المنطقة، متهما طهران بالسعي إلى ترسيخ أقدامها عسكريا في سوريا وتهديد إسرائيل. تأتي هذه التصريحات غداة ضربات غربية في سوريا ردا على هجوم كيميائي مفترض نسب إلى الحكومة السورية. وأكدت إسرائيل دعمها الكامل لهذه العملية لمنع الدول والعناصر الإرهابية من الحصول على القوة النووية من خلال الامتناع عن التساهل في استخدامها، في تلميح إلى إيران وبرنامجها النووي. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار دعوة إسرائيل للمجموعة الدولية إلى تعديل أو إلغاء الاتفاق حول النووي الإيراني المعقود في 2015 بين القوى العظمى وإيران. ومنذ بدء النزاع في سوريا في العام 2011 قصفت إسرائيل مرارا أهدافا عسكرية للجيش السوري أو أخرى تابعة لحزب الله في سوريا، واستهدفت مرات عدة مواقع قريبة من مطار دمشق الدولي. أهلا بكم من جديد. نقدم الآن ضيوفنا الكرام الذين سيناقشون في هذه الحلقة في الملف الذي طرحناه في البداية. معنا الدكتور مدحت حماد أستاذ الدراسات الإيرانية والخليجية بكلية الأداب جامعة طنطا، أهلا بحضرتك يا دكتور. وأيضا الدكتور رائد العزاوي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية ورئيس تحرير موقع الأمصار، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا دكتور رائد. دكتور مدحت، هل يعني بداية تتفق مع هذه الرؤية التي طرحها روبرت فيسك والتي تقول أن المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل قد بدأت بالفعل؟ بنسبة كبيرة نعم، أنه هناك مؤشرات مادية على تحركات على أرض الواقع لم تكن موجودة من قبل، زي ما حتى سعادتك قلت في المقدمة وفي التقرير وجي في التقرير، التصريحات نفسها بتاعت الأطراف المرتبطة بإيران بداية من الحوثيين وحسن نصر الله وبشار الأسد نفسه وقاسم سليماني، كل المنظومة المرتبطة بالجمهورية الإسلامية في إيران كلها تصريحاتها بتتكلم عن جهوزية مؤكدة لمواجهة مش متوقعة أصبحت قادمة في الطريق. وبالتالي نعم يعني أتفق بشكل كبير، وخصوصا بقى احنا عندنا مؤشرات تانية خالص. كلام ترامب بخصوص البرنامج النووي الايراني والتصعيد ضد ايران وفكرة المواجهة الشاملة اللي قد تتم في سوريا بين المحورين او بين التكتلين اللي موجودين
في سوريا، أمريكا وحلفائها وروسيا وحلفائها في أرض سوريا، وده كله ليه مؤشرات خطيرة. هناك احتكاك، هناك تحرش عسكري قائم بالفعل من حوالي شهر بين الأطراف دي كلها. في ظن الشخصي أنه نعم إحنا أي خطأ بسيط قد يؤدي إلى إشعال الموقف برمته. طيب أرجع حضرتك دكتور رائد، لماذا الآن؟ يعني العداء بين إسرائيل وإيران ليس جديدا، لكن لماذا الآن تتحول المواجهة إلى مواجهة مباشرة وتوقع بأنها ربما تزيد في الفترة القادمة؟ شوفي، أول دور المواجهة الإيرانية الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط بشكل فعلي حصلت في سبتمبر 2009. وكان هناك حديث ما بين يعني يجري داخل أروقة إسرائيل حول إمكانية تدريب الطيارين الإسرائيليين على ضرب أهداف بعيدة المدى. وكان المستهدف في ذلك الوقت هو ضرب المفاعلات النووية في بوشهر وفي قم. وفي ذلك الوقت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تحدثت مع الوزراء الإسرائيليين لتهدئة الأوضاع. أنا أذكر جيدا أنه أحد المواقع الإسرائيلية والقناة العشرة الإسرائيلية طلعت تقرير يخص هذا الموضوع، أنه الطيران الإسرائيلي يستعد لتوجيه ضربات بعيدة المدى. حتى أنا أذكر أنه كان الحديث عن نطاق محوري أكبر. انتبهي أنه بعد ذلك حصلت المعركة الكبرى ما بين أو معارك غزة، وكان المستهدف في ذلك هو ضرب قواعد حماس المتعاونة في ذلك الوقت مع إيران وهي الممول الأساس له. أما وإن قد حصل ما حصل في سوريا، في سوريا هناك مجموعة من المحاور ربما متشابكة لكن المشاهد يحتاج إلى أن تفكك. محور واضح المعالم، أمريكي يقف مع صف طويل من السوريين على الأرض ما يسمى بقوى المعارضة وما إلى ذلك، ومحور آخر تقود روسيا، جزء من هذا المحور يدخل فيه إيران وجزء آخر يدخل فيه الأتراك. الأتراك كشريك مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إيران في المقابل، ربما هذه مفارقة غريبة أنه إيران وتركيا يتفقان على نفس المنهج. وهذا ما عبر عنه روحاني. شوفي، تصريحات روحاني يوم أمس كانت تصريحات أكثر هدوءا حول التوتر في سوريا. اليوم خامنئي فاجئ الجميع، ولأول مرة يتحدث خامنئي وهو باعتباره المرجع الروحي للدولة الإيرانية والثورة الإسلامية الإيرانية، وقال بأن هناك مواجهة ستحصل لإيران، بإمكاننا أن نقف جميعا أو نوقف هذه المواجهة أو أن نسير قدما بهذه المواجهة. وبدأ تهديدا واضحا إلى إسرائيل. الآن المعارك بدل أن كانت بعد أن كانت سابقا تحصل عبر شركاء، يعني حماس، حزب الله، الآن هناك قواعد عسكرية إيرانية واضحة في الجولان، هناك قواعد عسكرية واضحة في قريبة من السويداء وقريبة من هذه المناطق المتاخمة للحدود مع 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 يعني مع إسرائيل. الآن إسرائيل بدأت تتحدث وتقنع الولايات المتحدة الأمريكية بأنه هناك عدو محتمل أصبح قويا يشكل خطرا على كيان الدولة الإسرائيلية. المشكلة الحقيقية في هذا المشهد أنه يخطئ من يقول بأن هناك مواجهة عسكرية مباشرة. يعني من يعتقد أنه هناك مواجهة عسكرية ما عدا اللي حصل في T4 طبعا. وهذا كان استثناء، لكن مواجهة عسكرية مباشرة بمعنى أنه حرب يعني إسرائيلية إيرانية على أرض سوريا. لا، إسرائيل لديها بدلائها في المنطقة. لديها الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت بضربة عسكرية كبيرة. لديها شركاء البريطانيين والفرنسيين. لديها أيضا شركاء الآخرين الأتراك، الذين يعني الأتراك خسروا كثيرا في سوريا. وتعويض هذا حاجة منهم في الآونة الأخيرة إلى أن يكونوا شركاء الولايات المتحدة الأمريكية وشركاء لبريطانيا وشركاء لفرنسا في الضربة. يعني معادلات كثيرة جدا منذ التاريخ الذي تحدثت عنه في عام 2009 طبعاً. حينما قالت إسرائيل أنها يعني تواجه خطرا مباشرا من إيران.
طيب منذ عام 2009 وحتى الآن، يعني دكتور رائد تحدث عن معادلات كثيرة جدا دخلت على الخط، بس ما قالش أنا بدور على إجابة بعد إذنك دكتور رائد بجد، لأنه متشوق للإجابة على السؤال، هو لماذا الآن؟ لماذا الآن؟ أنا هو لأنه دكتور رائد بيحطنا في صورة المشهد ربما الكبير حتى نستطيع أن نفسر ما يجري. طيب منذ عام 2009 حتى هذه اللحظة، هذه المعادلات التي تغيرت على الأرض، كيف أثرت على أن يكون هناك فعلا مواجهة مباشرة وحقيقية؟ سعادتك في معطيات بقت يعني واضحة. تمدد إيراني على الأرض في شرق المتوسط، في حوض شرق المتوسط، بداية من العراق لغاية حماس. الأول كان هناك حديث عن التمدد الإيراني، الآن حديث عن نوعية الوجود الإيراني وطبيعته، عن قدراته اللي بقت موجودة تحت على الأرض. احنا بنتكلم تماما من حوالي يعني شهر ونص كتير، أسقطت سوريا طائرة F-15 بمعاونة روسية إيرانية، طائرة إسرائيلية F-15. دي تغير متغير جديد حصل في المنطقة، أن هناك برغم عملية التدمير الممنهج للنظام السوري وتدمير قدراته العسكرية من خلال الحرب اللي ممتدة من 2011 لغاية النهاردة، إلا أنه استطاع أن يعيد بناء نفسه وقدراته ويواجه تحديا وتهديدا من جانب إسرائيل بالشكل ده. لكن جرس إنذار بالنسبة جرس إنذار بالنسبة لإسرائيل، ومؤشر خطر قادم من الحلفاء، يعني نقدر نستنبط وجوده من الحلفاء لإيران السوري. النقطة الثانية سعادتك، المواجهة السعودية الإيرانية المستعرة، مش المشتعلة، هي اشتعلت خلاص وفي حالة استعار في اليمن من خلال بوابة اليمن، واللي هي اندفعت بشكل مباشر إلى أنه المملكة العربية السعودية تتحدث عن جهوزية لأنها تدخل كطرف حليف للولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة إيران، وناسية أن هي هتدخل كده في مواجهة أيضا مع روسيا. بس أنا هنا عندي سؤال، يعني فيما يخص طبعا التحالف الأبدي بين إسرائيل والولايات المتحدة، حينما ترى إسرائيل أن هناك خطورة حقيقية من إيران وتهديد مباشر، وتقرر الولايات المتحدة أن تسحب قوتها كما قيل مؤخرا، أو أن تشن ضربات مع التحالف البريطاني والفرنسي دون أن يكون هناك أي خسائر، ماذا استفادت إسرائيل يعني إذن من كل ذلك؟ هي كنوع من أنواع يعني حفظ ماء الوجه، يعني أنا في ظن الشخصي عملية الضربة اللي تمت دي هي شكل من أشكال الابتزاز السياسي العسكري اللي حصلت من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. إحنا ما شفناش قتلى، ما شفناش تدمير المنشآت تمت على الأرض السورية. وبعدين سعادتك قلت تحالف أبدي بين إسرائيل وأمريكا، نحن أمام تحالف وجودي بين سوريا وإيران من سنة 79، بمعنى أنه نفس مستوى التحالف، ودي نقطة لابد أن تضع في الاعتبار، نفس طبيعة التحالف الموجودة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هي نفسها هي التي تحكم معادلة العلاقات الإيرانية السورية منذ عام 1979، يعني قائمة الجمهورية الإسلامية في إيران. وبالتالي لا، احنا يجب أن نتوقف أمام أي تصرف أو أي تحرك مادي على الأرض. كلام حسن نصر الله من أسبوع كلام خطير جدا لا يجب أن نستهون به، لما قاله الجمعة اللي فاتت أنه يعني سنرد، ليست قال بشكل مباشر، ليست المشكلة هل سنرد أم لا، ولكن السؤال هو متى سنرد وكيف سنرد. طيب اسمح لي أتوجه لدكتور رائد، يعني الآن أذرع إيران المنتشرة ومناطق نفوذها الموجودة في كل مكان، حينما ضرب مطار تيفور ردت إيران عن طريق الحوثيين بضرب صواريخ على المملكة العربية السعودية. إذن هل هنا الأذرع والأدوات تتحرك فقط دون أن يتصاعد الموضوع أكبر، أم أننا أمام تصعيد محتمل أيضا؟ شوفي لماذا الآن؟ هو السؤال يعني جيد جدا، لماذا الآن؟ أولا أوراق اللعبة أصبحت مطروحة على الطاولة، إيران بشكل واضح
تعتقد ترى بأن مناطق نفوذها في الهلال الشيعي أصبحت في مكان من الخطر، هي أرادت أن تنفس يعني من خلال كل ما جرى من الضغط اللي يعني الضغط السياسي والضغط ذات الوقت العسكري على حزب الله. أنا أستغرب من بعض إخواننا، أنا حتى أستغرب من السيد الدكتور يعني وكثير من الإعلاميين وحتى الكتاب والباحثين أنه هذه ضربة لم تكن ذات قيمة، دمر 90% من قوة الجيش والحرس الجمهوري السوري في هذه الضربة بالكامل، في الضربة الأخيرة بالكامل الأمريكي، وهذا من مصادر من داخل سوريا يعني لم يعلن عن ذلك بالكامل، تم تدمير كل منصات الأسلحة. طب لماذا يبقى يعني مثل هكذا تفاصيل يمكن أن تبقى طائفة ثمانية؟ حتى لا يظهر بعض إخواننا هذا الفكر السياسي اللي مبني عليه سوريا، هو ذات الفكر السياسي اللي مبني عليه نفس النظام الفكري السياسي البعثي في العراق وفي سوريا. في عام 90-91 العراق دمر بالكامل، عاد إلى الوراء إلى 1930، لم تبقى إلا محطة كهرباء واحدة كانت تنتج 9 ميجاوات فقط، دمرت كل الطرق كل الجسور. ولكن هذه البروباغندا، هذا الحشد الجماهيري الكبير، ولهذا شفت المظاهرات الصبح الساعة 6 صباحا في سوريا شعب أيضا يعني من وين يطلع الساعة 6 صباحا، لأنه كانوا مجهزين أنه هذا الحشد الجماهيري. هذا الفكر البعثي اللي موجود في أدبيات حزب البعث منذ تشكيله عام 47 من قبل ميشيل عفلق، انه يجب ان نتحدث، يجب ان نمحو هذه الضربه وان نقف بشكل. بس عندي سؤال اسمح لي، بس اصله يعني هل يمكن ان تصمت الولايات المتحده وفرنسا وبريطانيا وان تواجه بانها وجهت ضربات لحفظ ماء وجهها، لا، وان انفقت كل هذه الاموال دون ان تفسح عن هذه التفاصيل؟ طبعا وقالها ترامب، لكن احنا لا نسمع الا ما نريد ان نسمعه. الصور الدكتور هو ترامب اللي هو بيقولوا ويرجع في كلامه ويقولوا ويرجع في ترامب اللي قال على زعيم كوريا الشماليه ده شيطان وهندمره، والنهارده بيتكلم ان هو صديق هنصدقه؟ هو ترامب اللي هو عمال يرني على المنطقه وكده؟ انا لا انا لسه احلل، اصل ترامب مش لا مش اله يعني. لا لا المعلومه لا 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 مش كلامه مصدق. ترامب ده اكتر زعيم ارهابي في العالم. ترامب انا لا ادافع عنه، انا ملوش حقك يعني، صفه ما تشاء. لا ماشي، صف سياسي، انا بصف سياسي يا فندم. هذا الرجل مؤبر مبتز للدول العربيه، هذا الرجل الوحيد في الولايات المتحده الامريكيه منذ عهد ترومان عام 1948 ولحتى اليوم كل ما قال قبل الانتخابات فعله بالتاكيد، هو الوحيد. أنا أعتقد أن هذا الرجل بخصوص إسرائيل والقدس تمام، لكن غير كده بخصوص أشياء كثيرة يعني هو ينفذ وعوده الانتخابية. لا 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 مش بينفذ، بس إحنا فعلا يعني كلام خطير يعني أصل ما ذكرته فعلا دكتور كلام خطير. هذا يعكس لأنه المشهد الذي هذه الضربات الجوية التي قامت بها القوات المعتدية على الدولة السورية وليس على الحكومة السورية، دكتور على الدولة السورية، هذه الضربات التي اعتدي بها على سلامة وأجواء الدولة السورية حققت 90% من المطلوب لها. الحديث اسمع الروس اليوم أو اسمع على الأقل البنتاغون الأمريكي ماذا يقول قبل ساعتين، يقول أنه كل منظومة الدفاع الروسية كانت على أهبة الاستعداد وفعالة لأن توقف الضربات، لكنها لم تطلق ولا طلقة واحدة، وهذا دليل واضح على أن الولايات المتحدة الأمريكية مدفوعة بإسرائيل، لها مصالح، ترامب مجنون، سميه ما شئت، نحن العرب المجانين. طيب اسمحوا لي بس لأنه معنا ضيف آخر سينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت، الأستاذ فيصل عبد الساتر الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد فيصل من بيروت، ونتحدث عن المواجهة بين إيران وإسرائيل بعد أن كانت مواجهات غير مباشرة عن طريق أذرع لإيران تواجه بها إسرائيل، أصبحنا أمام مواجهات مباشرة بحسب روبرت فيسك ما حدث في مطار تيفور إسقاط الطائرة الإيرانية في إسرائيل، هل تتفق مع ذلك أو مع هذه الرؤية؟ أولا مساء الخير إليكم وضيوفك ولكل المشاهدين الكرام. طبعا أنا لا أوافق على صيغة السؤال، ليس هناك من أذرع لإيران، فعندما
لبنان بانها ذراع لايران، هذا يعني اننا لا نعطي قيمه للمقاومه في مواجهه العدو الاسرائيلي. وعندما نوصف الحركه انصار الله في اليمن بانها ذراع لايران، هذا يعني اننا نقضي على امال الشعب اليمني وعلى مطالب الشعب اليمني. طيب نقول انهم حلفاء او ان هناك تحالف او توافق يعني في الاهداف. التحالف شيء وتوصيف الاخرين بالازرع شيء اخر. ثانيا في علم السياسه واحد يا سيدي، في علم السياسه واحد. لا اسمح لي، في التوصيف السياسي في علوم السياسه الازرع والحلفاء واحد. لا 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 الازرع يعني الازرع شيء اخر. دمية الازرع دمية، الازرع دمية، لكن الحلفاء، لكن الحلفاء شركاء هذه الدوله او نعم نعم نعم. الحليف شيء اخر طبعا. احنا اصل نحن هنا لا نتحدث سيد فيصل عن دور حزب الله في المقاومه، لكن نقول انه يعني ربما ايران هي التي تحرك الملفات الخاصة ب يعني حزب الله وغيرها من يعني نسميها يعني ماذا شئت يعني. اسمح لي بس ان اكمل الفكرة سيدتي، يعني ارجو ان لا اقاطع حتى يعني، وانا الان في حفل زفاف لابني وقبلت المشاركة معكم لاهمية الموضوع. الف مبروك تفضل. الله يبارك فيك. فبس يعني عندما سألت الأستاذ وقلت له بأن عم ترد عبر حركة أنصار الله، هذا يعني أنك جعلت السعودية هي حليفة لإسرائيل، وهذا ينطبق يعني فيه الكثير من الخطورة على المستوى السياسي. هل السعودية هي فعلا حليفة لإسرائيل؟ هذا سؤال كبير الآن يجري في المنطقة، أن السعودية التي تعتبر من أهم الدول العربية أصبحت الحليف الاساسي لاسرائيل والحليف الاساسي لامريكا، وضيفك الكريم يتباهى بان الضربه الامريكيه او الضربه الاسرائيليه دمرت ما يقابل 90% من الحرس الجمهوري السوري والى اخره. اعتقد ان هذا الكلام ليس له اي اساس من الصحه على الاطلاق، بدليل لو كانت هذه الضربات فعلا بهذه الكيفيه لما شمت العدو الاسرائيلي بالامريكيين واعتبر ان هذه الضربه لا قيمه لها على الاطلاق وهي صفر. اما عن طبيعه المواجهه الان في الساحه السوريه فهي ممكن ان تتخذ اشكالا عده، لكن علينا ان لا نترك جانبا مساله مهمه وغايه الاهميه، ان اسرائيل التي نقلت المواجهه بينها وبين الدوله السوريه او المقاومه في سوريا وفي لبنان وفي الداخل الفلسطيني الى اعتداء وعدوان مباشر على دوله مثل الدوله الايرانيه التي تعتبر دوله اساسيه في المنطقه وان كان خارج الاراضي الايرانيه، هذا يعني اننا امام مشهد جديد في طريقه التعاطي ما بين ايران والعدو الاسرائيلي. نعم. وهذا يعطي الحق لايران في الرد على اسرائيل ليس فقط في داخل فلسطين المحتله وانما ايضا في اي مكان عملا بما فعلته اسرائيل. بس اسمح لي سيد فيصل يعني سؤال اخير يعني حتى لا نعطلك عن زفاف ابنك، لكن سؤال اخير في نقطه هامه تحدثت عنها، انه يعني الدول العربية نرى أن الولايات المتحدة تسعى لجرها عوضا عنها حينما قالت أنها ستسحب قوتها لتحل محلها في سوريا بأي شكل من الأشكال، لا نعلم ما الشكل الذي ستستقر عليه الأمور، لكن هل هذا يعني يوجد أبعادا أخرى للصراع في المنطقة بين العرب وإسرائيل؟ هذه طريقة خبيثة من الأمريكيين، وأعتقد أن السعوديين إذا كانوا فعلا فصرحوا مثل هذا الأمر يكون المواجهة فيما بين الدول العربية إلى مواجهات مفتوحة ومكشوفة، وهذا سيزيد من الانقسام العربي ليس بين الشعوب بل بين الدول أيضا وبين الدول والشعوب من جهة أخرى. ثم هل هناك إمكانية لمثل هذا الطرح؟ إنه طرح غير عقلاني، وهذا الرئيس ترامب إن كان فعلا كما وصفه ضيفك السعودي بأنه فعل كل ما قاله في حملته الانتخابية، نعم وما الضير في ذلك؟ إذا كان شخص متهور وضرب كل أسس الدولة وفعل ما قاله في الحملة الانتخابية فهذا يعني نحن أمام وجه حقيقي للولايات المتحدة الأمريكية وتعبر عن سياستها بكل ما للكلمة من معنى. يبقى السؤال الأساسي، هل السعودية التي ستعوض عن هزيمتها فيما يجري في اليمن وفيما جرى في سوريا عبر 7 سنوات، هل ستستعيد شيئا من هذه الهزائم عبر نصر سياسي بين قوسين لا قيمة له على الإطلاق وسيجعلها دولة محتلة بالمباشر إذا ما ذهبت
الى مثل هذه المشاركه، فضلا عن عدم قبول مجلس الامن مثل هذا الامر الذي فيه ترهات قانونيه على المستوى الدولي. شكرا جزيلا لك سيد فيصل عبد الساتر الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا لك على وقتك الثمين. اعود دكتور رائد، بالتاكيد لديك يعني تفضل. اولا هو يعني تحدث عن انه هذه الضربه اسرائيل ممتعبه عنها. أنا أقول لك لماذا إسرائيل ممتعد عنها، لأن كل الضربات وجهت إلى مقرات حرس جمهوري وهذا لا يشكل خطرا على إسرائيل، وجهت إلى مصانع أسلحة كيميائية ومختبرات أسلحة كيميائية ومختبرات زراعية في سوريا وهي لا تشكل خطرا على إسرائيل. إسرائيل كان هدفها الأساس من الضربة وموافقتها على هذه الضربة الأمريكية العدوان، لأن هو يعني قولني ما لم أقل، لأن أنا أعتبره أن رجل قانون دولي، هذا عدوان على سلامة دولة، سلامة وأمن واستقرار دولة عضو في الأمم المتحدة، بغض النظر عن سياسة الدولة أو قيادة الدولة. الدولة هذه عندنا محاكم يعني دولية، اتفقنا أو اختلفنا معها، عندنا محاكم دولية وهي تحاسب هذا الـ هذا الـ هذا الـ يعني هذه هذه الحكومة. هو تحدث عن أنه لماذا إسرائيل ممتعدة. إسرائيل لم تضرب الضربة الجوية، لم تستهدف أي مقر من مقرات حزب الله في سوريا ولا الميليشيات الإيرانية التابعة لها، ولم يكن هناك اتفاق أو لم يتم ضرب مطارات التي 4 وتي 3 و 2 هذه كف مطارات من أهم المطارات اللي موجود بها عناصر ومن المخابرات الإيرانية ومن عناصر تابعة لهم. الأمريكان لم يستهدفوا، يعني لم يتم استهدافه. ربما هناك علاقات يعني مخفية لا نعرفها، لماذا لم تستهدف هذه المطارات الثلاثة أو هذه القواعد الثلاثة التي كان الاتفاق مبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا وأمريكا وإسرائيل على ضرب هذه الأمريكية. والمعلومة كان الطيارين الإسرائيليين موجودين في الأجواء اللبنانية لكن لم يعطى لهم الإذن من الروس بقصف هذه المطارات. طيب دكتور مدحت، يعني اللبنانيون جزء منهم يرى في حزب الله حزب مقاوم، وأيا كانت الصلة بين حزب الله وبين إيران هي بالنسبة لهم مبررة، لكن في النهاية هي أداة تستخدم أو تستخدمها إيران مثل مناطق النفوذ الأخرى. هل ستشتعل هذه المناطق التي تسيطر عليها إيران في حال الصراع ما تصاعد مع إسرائيل؟ أنا هجاوب سعادتك بشكل مباشر، لكن قبل هجاوب في إضافة عايزة صغيرة بالنسبة لكلام الضيف الأستاذ فيصل من لبنان، إنه المملكة العربية السعودية أنا في ظني الشخصي ستخسر كثيرا إن حلت محل الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا. يجب أن تمتنع المملكة العربية السعودية عن إرسال جنود سعوديين اللي ينخرطوا في الصراع الدولي الإقليمي الدائر في سوريا. سيكون ذلك مستنقعا برأيك؟ لا، مش عليك مستنقع بقى. هتبقى المملكة العربية السعودية خسرت أكبر دولتين عربيتين في آسيا. المملكة العربية السعودية خسرت العراق، مش هنقول بتخاذل دول الخليج والسعودية بالنسبة ل الحقوق العراق، مع إيران. لا، في حقوق العراق بعد إسقاط صدام حسين. يعني كانت هناك خطأ استراتيجي عربي بشكل عام وخليجي بشكل خاص في ترك العراق كساحة خالية أمام إيران بعد 2003 بعد سقوط صدام حسين. 25 سنة لا يوجد أي وجود فعلي لدول الخليج وخصوصا المملكة العربية السعودية في العراق. ودلوقتي بنلطم الخدود ونبكي على اللبن المسكوب بتاع العراق. إذا دخلت السعودية في سوريا سيحدث في العلاقات السورية السعودية والسورية الخليجية نفس ما أصاب الفيروس ده العلاقات السعودية مع إيران مع السعودية مع العراق، وبالتالي دول الخليج ستخسر أكبر شريكين عربيين في آسيا، العراق وسوريا. ودول قوتين عربيتين لا يمكن ان نفرط فيهما او نستهين او نعمل على اضعافهما ايا كنت تكرار النظم ولا لا. طب بس انا عندي هنا سؤال معلش، هل هنا يعني إيران تستخدم كفزاعه؟ يعني هل هي فزاعه بالنسبه لاسرائيل؟ مين فزاعه؟ ايران تستخدم، وبالنسبه للعرب ما هو هنا يتحرك العرب بحسب احساسهم بخطوره. هو ده مظبوط. هو بيتم مش فزعه بقى، بيتم ابتزاز دول عربيه الخليجيه بشكل اساسي من الولايات المتحده الامريكيه. ده ترامب خد له نص تريليون دولار في السنه اللي فاتت من دول الخليج، جاب ينصب علينا
ترامب. ده غير اللي اتاخد من دول الخليج ايام الربيع العربي في 2011 2013 حوالي نص تريليون دولار برضو صفقات تسلح. يعني دول الخليج عملت تريليون دولار صفقات تسلح في السبع سنين اللي فاتت. عشان خاطر مين وعشان خاطر ايه وايه العدو؟ يعني هي ده شكل من اشكال الابتزاز. نرجع للسؤال بتاع سعادتك. بالنسبه لحزب الله هو شريك وحليف استراتيجي عقائدي مع الجمهوريه الاسلاميه في ايران، واصبح طرفا حقيقيا في معادله الحكم في لبنان، واصبح شريكا بقوه الامر الواقع في لبنان. وفي مؤشر هقول لسعادتك عليه خطير جدا بيكشف قد ايه ان الدوله اللبنانيه حتى وان لم تعترف بوضوح بشكل قاطع بهذه الاهميه الاستراتيجيه التي اصبح يتمتع بها حزب الله في لبنان، فهي على الاقل راضيه عنها وبها. ايه بقى؟ حسن نصالله من فتره من حوالي شهر ونص او شهرين كان قد صرح انه من سيعتدي على حقوق لبنان في الغاز بتاع البحر المتوسط اسرائيل هتتعرض لضربات عنيفه. بعدها ب 48 ساعه بعد التصريح ده جه طلع وزير الدفاع اللبناني اتكلم. كلام وزير الدفاع اللبناني ما كانش قايم، لان الجيش اللبناني في حد ذاته مش بالقدره انه يعرف يواجه مواجهه عسكريه لاسرائيل في البحر المتوسط. لكن ده لما تحطي ده بلس ده تعرفي معادله القوه الحقيقيه اللي في لبنان. بالفعل اجابتي القاطعه، اذا حدثت مواجهه عسكريه ايرانيه اسرائيليه حزب الله شريك اساسي، وقال مباشره ان كل فلسطين المحتله بتاع 48 مش بتاع 67، عشان نبقى عارفين لما حصل نصر الله يقول يعني ايه فلسطين محتله، يبقى احنا بنتكلم عن فلسطين 48. كل فلسطين محتله في مرمى الصواريخ والقدرات الصاروخيه والعسكريه لحزب الله. طيب الى اي مدى هذه التصريحات تكون رادعه لاسرائيل؟ يعني كيف تتلقى اسرائيل هذه الاشارات؟ شوف احنا عندنا مشكله يعني عربيا، وكنت اتمنى ان الدكتور يوضح لنا اكثر. شوفي ايران نمر من ورق، كان زمان ضربوها يا دكتور. لو كانت نمر من ورق كانت ضربت ايران نمر من الغرب لا يستحي، والولايات المتحده الامريكيه لا، واسرائيل لا تستحي ان تضرب اي دوله في المنطقه كانت ضعيفه ونمر ورق. اسمع راي دكتور، لماذا تقول نمر من ورق يا دكتور؟ اتفضل. اولا ايران تواجه منذ 10 سنوات عقوبات ارهقت المجتمع. انا ابن الانتعاف، احنا العراقيين جيران يعني لا نبعد كثيرا. يمكن اليوم كلم احد اقاربنا اللي هو يعني شق عربي وشق ايراني. ايران فعلا نمر من ورق. ايران كل هذا اللي انت تسمعيه يذكرني بالعراق عام 2000 و2001 وهذه العروض العسكريه والصواريخ. ايران لم تقاتل، وإيران إذا تعرضت إلى ضربة واحدة جوية أيا كانت من إسرائيل، من الولايات المتحدة الأمريكية، من أي دولة عربية لن ترد، لن يكون لديها القدرة أن ترد. إيران يمكن أن ترد عن طريق أذرعها، والذريع هو شريك، والشريك هو حليف. ولهذا هذا اللي كنت أرد عليه على الأخ فيصل، ويبدو أنه هو أحد عناصر حزب الله، يعني يبدو أنه أحد الناس المقربين من حزب الله. ولا غور في ذلك، انه حتى لو كان واحد اعضاء حزب الله ينتمي للسياسه. هو تحدث عن خساره السعوديه في اليمن، انا كنت لسه في السعوديه، لسه اليوم واصل من السعوديه. الحوثيين يواجهون مشكله كبيره اليوم. تخيلي اول مره من 5 6 شهور الحوثيين يتحدثون عن انه هم بداوا يخسروا مناطق كثيره، طبعا الحرب طولت كثيرا في المملكه العربيه السعوديه، اخذت فتره زمنيه طويله. لكن حقيقه الذراع الايرانيه في الخليج العربي في اليمن تحديدا مكسوره او شبه مكسوره. الشيء الاخر والشيء المهم جدا انه ايضا انت تتحدثين عن حزب الله. حزب الله في كل شكله، في كل شكله، شكله العقائدي، هو يعني شريك ايضا ضعيف في لبنان. دليل على ذلك دكتور ليس مقتنعا بهذا الكلام، دليل على ذلك. لا مش مقتنع، انا مزعول يا دكتور من الكلام، مش لا يا دكتور انا عندي ذهول. طب احنا هنجعل حياتنا نستمع الى الحياة. اولا الجميع يعلم حب حزب الله، لكن يا سيدي خذ الواقع، خذ الواقع، خذ الواقع،
اولا قطر على على يعني على قوه استراتيجيه كبيره بايران، وايران دفعت ببعض عناصرها في المنطقه لتأييد قطر في مقابل القرار الدول الاربعه بمقاطعتها بسبب دعمها للارهاب. وكان مقرر انه بعد ما تنتهي القمه العربيه يوم 15 يوم 16 على القرب الجغرافي للمملكه العربيه السعوديه وقطر يزور قطر. والرئيس اللبناني من جاء به عماد عون هم حزب الله، فهو حليف حزب الله في لبنان. ولكن بعد نهاية القمة الرئيس اللبناني اعتذر عن زيارة قطر بسبب معنى ذلك أن حدثت الحرب الاسرائيليه على جنوب لبنان وكبد اسرائيل يعني خسائر دمرت كل لبنان. انا كنت في لبنان موجود كل لبنان. يا جماعه يا اخوان طيب. الله يحفظكم طيب. لا 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 لا, 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 لا. انا ابن لبنان. اللبنانيين وصلوا الى مرحله وكانوا في سوريا في دمشق وقم جاء بعضهم الى مصر وصلوا الى درجه انه بدا يشتمون حسن نصر الله في الشوارع في وقت بعض العرب لحظه كانوا يطلعون بالشوارع يهتفون يرفعون صور حسن نصر الله. كنا نقول لهم يا جماعه هذه حرب دمرت لبنان وستدمر لبنان سترجعها الى الاف السنين. لولا المساعدات العربيه من المملكه العربيه السعوديه ودول الخليج العربي لبيروت كان بيروت هذه اللي انت تشوفيها اليوم بيروت ولبنان كلها كان فضلت مدمرة لعشرين سنة. طيب أنا حسمع رأي حضرتك دكتور مدحت على فكرة إنه حزب الله حاليا هو لا يشكل يعني مصدر قلق بالنسبة لإسرائيل. هذه نقطة. النقطة الثانية إنه دكتور رائد حينما قال إنه إيران نمر من ورق إنه هي لا ولن ترد على أي ضربة إسرائيلية. حينما ضرب مطار تيفور لم ترد إيران رغم التهديد، حتى لم ترد روسيا رغم التهديد بالرد ايضا. عدم الرد شيء، عدم الرد في حتى هذه اللحظه شيء، وعدم القدره على الرد شيء ثاني. عدم الرد حاليا شيء، وعدم القدره على الرد ايهما شيء تاني. في اي الحالتين عدم الرد ده مش دليل ادانه. انما احنا لو احنا بنتكلم عن عدم القدره على الرد، هناك قدره حقيقيه موجوده لدى روسيا ولدى إيران في الرد على ما حدث في مطار التيفور. لكن هذه القدرة مرتبطة بإرادة أو مرتبطة بمعنى أدق بمعطيات لم تتشكل بعد لكي تتم. ده طيب. صنع الشخص. إذن الظروف تأديري. لا 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 ولن تتأخر. لن تتأخر. ولن تتأخر. أنا بقول سعادتك. طيب بس يعني اذا يعني تغير المعطيات لان لا لا المعطيات هي التي المعطيات من سوء من ايران ام من روسيا نعم فندم من ايران ام من روسيا من ايران من ايران لن تتاخر الرد لن تتاخر في ظني الشخصي ان هي لن تتاخر الرد في اطار ما اعرفه عن العقليه الايرانيه او ما ادركه عن طبيعه العقل الايراني في التعاطي مع الامور. سعادتك نرجع برضو للموضوع بتاع حزب الله مش بس لانه امامنا اربع دقائق أوكي. على الحلقه حزب الله اعتقد انه لاول مره نجد حاله من الردع كما يقال في العلوم السياسيه او كده الردع الاستراتيجي بين قوه عسكريه عربيه ممثله في حزب الله وبين دوله اسرائيليه دون ان تكون هناك فض اشتباك اول زي ما او ثاني زي ما هو كان موجود بشان الجولان مع سوريا لان عدم الاعتداء العسكري بين اسرائيل وسوريا كان يحكمه فض الاشتباك الاول والثاني. عدم وجود حروب عسكريه بين اسرائيل ومصر واسرائيل والاردن معاهده السلام بين اسرائيل والفلسطينيين اتفاقيه اوسلو. طب بين اسرائيل ولبنان مفيش اتفاقيه سلام. اذا هناك ردع عسكري هو الذي يحكم طبيعه العلاقة العسكرية أو التوازن في المنطقة. إذا حزب الله أنا زي ما قلت سعادتك يعني قد لا يعني مش عايز أقول ليت الحرب تشتعل لكي نتأكد
أن إيران نمر من ورق ولا لا ولا لا أن حسن نصر الله وحزب الله قد يدخل كما يقول هو هم قالوا أنه خلاص ليتها تشتعل هم بيتمنوا بس هيك بتقول أنه هتحصل المواجهة عند أي نقطة لأنه هيك بتقول أنه في الضربة بتاعت المطار تيفور المعطيات يعني منعت إيران من الرد كلام طيب ما المعطيات التي ستتغير حينها تقرر إيران الرد مش إن هي تتحسب الحسبة من جانب إيران إنك تلاقي عملية نوعية تتم للتواجد الأمريكي في سوريا الـ أي رد أي عملية عسكرية باتجاه إسرائيلية باتجاه سوريا نشوف حجم الخسائر اللي هتتم شكلها إيه واستخدام إسرائيل لبنان وسوريا وإيران لأي خطأ إسرائيلي قادم في الطريق هيكشف لنا عن الكلام ده الكلام ده نستنتجه منين اللي أشار عليه الدكتور في الأول الحلقة من كلام علي خامنئي النهاردة وبالمناسبة مش هو مش المرجع الروحي ده هو الرجل الأول في الدولة الإيرانية هو مرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران له كافة الصلاحيات التي لترامب في أمريكا والتي لبابا الفاتيكان في الفاتيكان يعني هو جمع بين الأمرين بس أنا عندي سؤال عن خامنئي وسأعود لحضرتك يا دكتور إنه يعني دائما نسمع الزعماء السياسيين يحشدون شعوبهم ويشعرونهم بأن هناك أخطار قادمة ورغم ذلك لن نرى شيئا على الواقع هل يمكن أن نفسر يعني تصريحات خامنئي في هذا الإطار؟ هو المنطقة بتلف حوالين نفسها بسبب مين؟ منطقة الشرق الأوسط هي إسرائيل هتتجنن وأمريكا هتخبط دماغها في الحيط وهتخبط دماغها في المحيط الأطلنطي بتاعها بسبب الاتفاق بتاع البرنامج النووي كل ده بسبب مين؟ مين أصل الليلة دي كلها؟ مين نقطة الارتكاز بتاع كل الكلام ده كله؟ إيران الجمهورية الإسلامية في إيران بقيادة اللي هو الراجل علي خامنئي فهي الدولة دي هي اللي عاملة صداع في العالم وانطلاقا من إقليم الشرق الأوسط طيب سؤال أخير دكتور رائد يعني هل فكرة التهديدات بالاحتكاك المباشر تبقى مجرد يعني ملاعبات في إطار معادلات سياسية ما؟ لأنها لا تهدد إيران بالرد ولا ترد تهدد روسيا ولا ترد تهدد الولايات المتحدة ولا تفعل نحن أمام تصريحات وفزاعات وفي اللي هي لا نرى شيئا على الأرض شوفي إيران كان قبل شهرين كان ممكن تسقط كل هذه إيران وببساطة وقت الاحتجاجات كان كل الدولة الإيرانية سقطت طبعا تخاذل بعض العرب تخاذلنا إحنا العرب نسألناهم فقط على السوشيال ميديا لم نقدم لهم شيئا أولا تأكيدي على أنه هو نمر من ورق إيران لو ضربت بصاروخ واحد لن ترد بربع صاروخ لن ترد بطلقة واحدة لكن أنا الآن ليتها تشتعل نعرف لكن أنا ليس حبا في الأمر أنا آسف أن أقول الكلام ده على الهواء لكن أنا مصدوم لأنه ما ينفعش أن أنا استهون بعده بالشكل ده يا سيدي الدوله اللي عامله ازمه الاستاذ دينا الدوله اللي عامله ازمه للعالم الدوله اللي عامله صداع من خلال برنامج انه مرتبط ما ينفعش اقول ان انا دكتور استاذ علوم ايرانيه يا استاذ يا فندم ما اقولش يا دكتور اتفضل هذا اتفاق تم ما بين اداره ما ينفعش اقول ده سيناريو واتفاق اصلا مش مصلحيه يا دكتور انا مش عايز اضلل للجمهور انا اسف ما ينفعش اضلل للجمهور بس يا دكتور هو ده اتفاق هي الاراء تعرض ما انا ما قلتش ان مش اراء لكن كل واحد حر في الاراء التي يعني يا دكتور لحظه بس اتفضل هذا اتفاق جرى مع اداره اوباما على تمرير الملف النووي الايراني وهذا الاتفاق كان مبنيا على اساس فكره قدمتها مجموعه من الخبراء على راسهم مادلين اولبرايت توني بلير ماشي فهمت لحظه أن نستفيد من الشريك الشيعي في المنطقة نقوي الشريك الشيعي على أساس أن نضغط على الشريك السني الذي يمثلها السعودية ومصر وبالتالي مر الاتفاق النووي هذا الرجل جاء بجنونه وعبطه وهبله ترامب فقلب الطاولة على الجميع إيران بلد من ورق نمر طيب. من ورق طيب أيا كان يعني وإلا قتل ثلاثة من 12 مايو القادم 12 مايو هو موعد إعلان ترامب قراره النهائي بخصوص البرنامج النووي الإيراني أي مفارق إن شاء الله يعني هو بس في النهاية أنه دائما ما يحدث في السياسة تحت الطاولة
نكتشفه على مدار سنين وعقود ربما قادمة. نشكركم شكرا جزيلا ضيوفنا الكرام الدكتور مدحت حماد أستاذ الدراسات الإيرانية والخليجية بكلية الأدب جامعة طنطا، شكرا جزيلا، والدكتور رائد العزاوي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية ورئيس تحرير موقع الأنصار، شكرا سيدتي حضرتك، ونشكركم أيضا مشاهدينا على متابعتنا في هذه الحلقة.